بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسن من قناة طوب زهرة. كما كتشوفوا اليوم بغينا نتحدثوا على هذا الموضوع. رانا سبق واحد تحدثنا عليه وزرعنا في رحبة، هو هذا النبات المونستيرا اللي كتشوفوا فيه. هذا بالصدفة هذا هو نفسه اللي عملناه المرة اللي فاتت. كنت نشوف دوك في التاريخ، راه تقريبا عنده عام، خدمناه في 11 أكتوبر 2021. اليوم رانا في 4 أكتوبر 2022، تقريبا راه باقي له 5 أيام ولا 6 أيام ويقفل العام. بالنسبة للنبات، هذا هو نفسه اللي قصيناه، وهذا هو راه عطى نتائج ما شاء الله، راكم تشوفوا فيه. اليوم بغيت نخبركم، انا نوريكم الشتالات اللي غرسناهم، وفي نفس الوقت نعطيكم الافكار عليهم، وفي نفس الوقت نجاوب هاد الاخ ولا هاد الاخت سالتني انه بداو يتعفنوا هذوك الشتالات، بداو يتعفنوا في التربه بعد الزراعه تاعهم. دونك نعطي لها الاسباب علاه تعفنت وليه حتى تعفنت. دونك نشوفو نمشيو وحده وحده وخطوه خطوه. ها هو هنايا بعد ما انتقلنا رحنا الشتالات اللي كنا زارعينهم في رعبه، نشوفو هنايا نلاحظوا ان التربه تاعنا ها هي كيما قلت لكم تبقى دائما تربه رطيبه سهله الصرف. انا ندير كميه كبيره من الرمل ودير بوتموس، بالتالي ها هو التربه تبقى دائما خفيفه وما تحافظناش على الماء بما تتعفن لناش. هذو الشتالات تاعنا اللي حطيناهم ماشي راح تتعفن. هذا هو الاسباب تاع المشكل اللي راهم يقعوا فيه بزاف من الاخوه، هما يحسبوا باللي انه هذه بعض النباتات راهي تحتاج عام، 6 أشهر، 7 أشهر، 3 أشهر، 5 أشهر، كل نبته تحتاج. مثلا انا نغرس ورده، نغرس نبات ورد الصباح ولا نغرس اي نبته، ممكن التجذير تاعو يوقع في 10 ايام. كاين شي نبات يحتاج عام، كاين نبات يحتاج مده كبيره باه يدير التجذير تاعو. انني نهضر لكم على المونستيرا اليوم، هذه المونستيرا راهي تقريبا عندها عام. انا ذكرت لكم التاريخ تاعها الساعه من قبل، انا ذكرت لكم راكم تشوفوا في النتائج. ها هم النتائج تاعها، ها بعض الشتالات هم ناضوا، لانه هذو كي نزرعوهم الاوراق الاولى تخرج هكا مش مفتوحه، ومن بعد الثانيه والثالثه تبدا تنفتح. على كل حال هذه معلومه اضافيه ضيفوها لمعلوماتكم. هذه بالنسبه لهذه المونستيرا، هذه نفس المونستيرا اللي قصيناها المره اللي فاتت غرسناها في رحبه، الا انه كي تكون الشتله انه في البدايه تاعها تنوض بهذه الطريقه، ومن بعد تبدا الثانيه والثالثه تبدا تنفتح مره زوج. كل ما تكبر في السن كل ما تبدا تعطينا نتائج افضل. نهضروا على هذه الخطوط تاع الاوراق. دونك نرجعوا للموضوع تاعنا بالنسبه للتربه. هاي قلنا لازم دائما تبقى سهله الصرف بتعطينا نتائج، وما نتقلقوش فيها وما نكثرولهاش الري، لانه بعض الاخوه والاخوات ها هو المشكل اللي يطيحوا فيها. مادام النبته تاعهم ماهيش راح تنوض، هو يطيح يسقي فيها على اساس باه تنوض، وهي بالعكس هي تدي مده باه دير التجذير تاعها وتدي مده باه تنوض. سما بالتالي هنا ما نتقلقوش، لانه النبات ماهوش كيف كيف، وهاو في نفس النبات وما عطاوناش نفس النتائج. كي نشوفوا هذه هاي عطاتنا ورقه، كي نشوفوا هذه هاي ورقه وورقه ثانيه راينا ايضا، كي نشوفوا هذه هذا وين بدات تتخرج في البرعوم تاعها. سما هنا بالتالي ها هي اول ورقه راح تخرجها هذه. دونك هنايا النتائج تاعنا ما نجموش نعطوها نحكموا فيها كاع للنبات. كي نشوفوا هذه هاي ورقه الاولى ناضت، والثانيه هاي ناضت، تصبوها تصبها بوتوس. المهم المشكل اللي راح نتحدثوا فيه هو تعفن تاع الشتالات تاع مونستيرا. هذا هو السؤال اللي سالتوني عليه، وهذا هو الجواب اللي نجاوب فيه، لانه قلنا النبات هذا يحتاج تربه رطيبه ونتركوه في مكان الوقت اللي نوض يدير التجذير تاعو راح يديرنا نتائج، وها من النتائج قدامكم. راه عندها عام ماناش مقلقين، وانت ما ناضت تنوض السنه تنوض العام الجاي، ما عندي حتى اشكاليه معها. المهم انني نحافظ انها ما تتعفنش، هذا هو المشكل تاعها الوحيد اللي راه يصرى للاخوه والاخوات. حتى بالنسبه للبوتوس، بالنسبه لجلد النمر، جلد النمر فان ايضا راه عندهم نفس المشكل، راه يغرسوه ويكثروا له الماء على اساس باه ينوض بسرعه. هما كاين نباتات قلنا يدوا وقت في التجذير تاعهم، يعني نطولهم الوقت هم الكامل، نحافظوا لهم على رطوبه التربه ونخلوها. في نفس الوقت انا راح نتحدث لكم على موضوع ثاني نفسه متعلق بهذا التعفن. كي تكون التربة تاعنا صالحة للزراعة ومعرضينها للشمس ودايرين لها الأمور تاعها كيما درنا في الفيديو السابق على الفحم، مثال رانا نجمو نطهرو التربة تاعنا
وتبدا خالية من الفطريات المضرة للنبات اللي تتاكل وتخلي النبات يتعفن. ثم تكون عندنا سهلة الصرف كما التربة هذه، راهي مخلطة شوية بالرمل، فيها شوية بوطموس، فيها تربة طينية، فيها الأوراق هاي القديمة اللي خدمناها المرة اللي فاتت، فيها عدة هنا نشوفوا فيها هام الأغصان اللي فاتوا راه موتة. المهم تكون تربة خفيفة صالحة للزراعة. أنا اليوم راح نشارككم زراعة تاع هذه الشتلة، هذو أني نقلتهم هذو ثلاثة. اليوم أنا بغيت نشارككم هذه، نزرعها معكم ونوريكم طريقة السقي وكيف نسقوها وكيف نخرجها من مرحلة التشتيل تاعها للمرحلة تاع الاسيس. هذه راه عندي اسبوع ملي غرستها، راكم تشوفوا في الاوراق تاعها ماهيش كي من هذه، هذه لانه راهي في الاصل تاعها كيما ناضت، وهذه بعد ما نقلتها ادات شويه تعبت شويه، وهذه اليوم ولا لان تغير عليها الجو، تغير عليها التربه، تغيرت عليها التربه وتغير عليها المناخ، وعاودت ذكري تدي في الحياه تاعها الطبيعيه. هذا دوك ندو هذه التربه تاعنا، دوك التربه راح تتغير على النبته لانه هذه راهي غير رمله بوتموس، بنسهلوا الصرف وبمن بنجنبوا التعفن، وهنا راح نخرجوها للتربه العاديه اللي موالفه احنا نزرعوا فيها. هنا بالتالي رانا نحضروا في التربه تاعنا كما تشوفوا فيها بهذه الطريقه، وندو الشتله تاعنا هذه، ندو هذه هذو نخليهم حتى يكبروا يخرجوا ورقه ولا يخرجوا زوج على الاقل كي من هذه، ندو هذه الورقه هاي حتى النزع تاعها يجي ساهل لانه راهي مغروسه تقريبا في رمله وفي بوتموس. ها وجهها من جذور تاع هاي ندوها بهذه الطريقه، نحاولوا العروق تاعها نخلوهم، شوفوا العروق تاعها كي راهم اللون تاعهم ابيض، هاو لانه راه عندها سهوله تاع امتصاص تاع المواد اللي في التربه، ونغطوها بهذه الكميه بهذه الكيفيه هكا على الاقل نعطيكم فكره. واي حاجه اي تساؤل عندكم سالوا لي، نخدم لكم هكا فيديو على امر يكون عندي خدمت لكم. هاي سهل. بغيت نعطيكم فان ايضا في نفس الوقت نعطيكم فكره واحده اخرى بالنسبه للماء اللي نسقوا به. انا اني اعطيكم الماء اللي نسقوا به ذكرناه المره اللي فاتت، كنا ايفيتو الماء تاع الحنفيه لانه كل واحد وش عنده، كاين اللي راه عنده الماء التصفيه تاع البحر، كاين كل واحد شو يدير. انا عطيتكم طريقه تاع الماء كيف نصفوه وكيف يبدا خالي من الكلور والمشكل اللي عانينا منه وقت فات في الزراعه تاعو. انا بغيت نعطيكم هاي طريقه واحده اخرى نستعملها انايا. انا كيما هذا الدلو مخليه دائما نسقي به دائما نعمره، في نفس الوقت دائما ندير فيه هكا زوج قطع ولا ثلاث قطع يكونوا كبار هكا من تاع فاح، وندير كيما هذا سمك تاع حيواني مثل تاع ابقار ولا يكون تاع اغنام، قطعه هكا ولا زوج اثنين دائما نخليهم هكا انا في الماء. كي نبغي نسقي بهذا الماء، نسقي الشتلات التوعي كيما هذو، انا ما نكثر لهمش الماء في الايام الاولى، لازم هكا نعطي لها غير كميه كيما تشوفوا فيها. هذا ما نعطي لها هكا اليوم، نسقيها غدوه بنفس الطريقه الثانيه الثالثه، حتى العروق تاعها تبدا هي تحوس، تبدا الجذور هي تبحث على الماء وتحوس على تتوسع تبحث على الماء. نعطي لها بعد راح نعاود نعطي لها نغمرها كامل بالماء كيما هذه. هاي فاتت وقت السقي تاعها، هاني اليوم راهي عندها اسبوع، أني غمرتها كاملة بالماء، وها هي ما شاء الله راهي النبتة تاعي جاهزة بنحطها في أي مكان. وفي الأخير نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.